فيها مميزات جبارة وفيها بعض البرامج موجودة لكن أغلب الناس ما تعرف تستخدمها. اليوم بشرح لكم غسالة صحون ماركة ويربول، العشرة برامج، الأزرة اللي قدام والبرامج المخفية اللي بعض الناس ما تعرف تستخدمها. برنامج هذا مستحيل تحصله إلا في بعض الشركات. نبدأ من الزر الأيمن، زر الستارت التشغيل. أغلب الناس تفكر أنه تشغيل فقط، لكن الميزة الإضافية اللي موجود في هذا الزر إذا ضغطت ضغطة مطولة يصرف لك المياه الراكدة اللي أغلب الناس تعاني في تصفيتها. جيب سفنجة وتقعد تصرف المياه، هذا يا طويل العمر يصرف لك المياه الراكدة ويحل الإشكالية. الزر الثاني زر تأجيل وقت التشغيل. هذا البرنامج يأجل لك وقت التشغيل من ساعة إلى ساعتين، موجود في أغلب الغسالات والصحون. أما الزر الثالث زر مكعبات الصابون، إذا شغلت هذا البرنامج وأنت تستخدم مكعبات الصابون يقول لك إذا شغلته بإمكانك الاستغناء عن الملح الموجود أسفل الغسالة وأيضا الملمع، لكن أنا أنصح باستخدامهم جميعا. هذا الزر اللي تحتاجه أغلب تستخدمين غسالة صحون، الزر التجفيف الإضافي، يعطيك تجفيف تام لجميع المواعين. زر هذا له وظيفتين، زر جميل جدا. الوظيفة الأولى يعمل على تقليل وقت البرنامج، يعني تضغطه مع البرنامج، لو البرنامج 3 ساعات يقلل لك وقت البرنامج، لو البرنامج 2 ساعات يقلل لك من وقت البرنامج من ساعة لساعة ونص على حسب نوع البرنامج. يشتغل مع بعض البرامج ويرفض يعمل مع بعض البرامج، البرامج اللي أساسا هي مضغوطة ما يعمل معها. الزر اللي بعده اسمه زر مالتي زون، المسؤول عن اختيار الرف، سواء تبي تغسل غسالة رف أو رفين أو 3 أرفف، والأفضل تخليها تشتغل 3 أرفف. الزر البي اللي هو مسؤول عن اختيار البرامج، تختار البرامج عن طريق زر البي. والزر الأول اللي هو الباور اللي يعطي غسالة كهرب. ننتقل إلى شرح البرامج. البرنامج الأول برنامج الإيكو، برنامج اقتصادي بالماء والكهرب لكن مدته طويلة جدا. البرنامج الثاني برنامج جميل جدا يا جماعة، برنامج اسمه الحاسة الساسة، يستشعر كمية الاتساخ المواعين، يضبط درجة الحرارة، يحدد مستوى الماء، كمية المياه، يحدد أيضا الوقت للبرنامج، ويفصل عند انتهاء أو وصول المواعين إلى مستوى التنظيف والجفاف النهائي. هذا البرنامج قدور شدة الاتساخ، يستخدم الأشياء الملتصقة الجافة المحروقة. هذا البرنامج اليومي، يستخدم الأشياء المختلطة مثل قدر، سكين، معلقة. هذا البرنامج خاص للكاسات، يستخدم فقط للكاسات ما يستخدم لشيء آخر. عندكم هذا البرنامج السريع، هذا يستخدم الأشياء خفيفة الاتساخ لأنه سريع جدا. هذا برنامج الليلي وبرنامج التعقيم الصحي وبرنامج التنظيف الذاتي. هذه البرامج عادية، هنا البرامج اللي ذكرناها قبل شوي تعتبر هي المهمة. لا تنسى أهم شيء، تابع بخيال.